شيفر سانتي. في شيفر سانتي كالعادة قدموا لكم آخر الأرقام الرسمية خاصة التونسية واللي يكون عندها علاقة بصحة المواطن. اليوم شحكي لكم على ميزانية الدولة ومدى تأثيرها على قطاع الصحة وبالتالي على الخدمات الصحية في تونس، وين سجلت نسبة الأجور من الموارد الذاتية للدولة تطور مهم، وين قفزت من 46% لسنة 2010 إلى 60.9% سنة 2021، وهكا ارتفع معها معدل أجر الشهري الخام للموظف العمومي من 1298 دينار سنة 2010 إلى 2608 دينار سنة 2021، فيما ارتفعت كتلة الأجور من 6785 مليون دينار سنة 2010 إلى 20118 مليون دينار في ميزانية العامة لسنة 2021، وهذا وفق دراسة أعدها مرصد رقاب، وين زاد شهادت نسبة التأجير العمومي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تطورا من 10.8% إلى 18.1%، وهذه النسبة تعد من الأعلى نسب في العالم. هذا يورينا نجم يكون فما تأثير على الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بصفة عامة والمشاريع التنموية والصحية بصفة خاصة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.